لو ما كنتش طخته كان هيطخونا. هو كان بمزاجي. بمزاجي. في ايه؟ في ايه؟ قطعة بنزين. هيلحقونا بده؟ هيلحقونا كيف؟ عربياتهم بايظة. ممكن يصلحوه. لازم نمشوا. هنمشوا في الصحراء. هنتوه. يمكن يكون في جركن بنزين احتياطي. دي مايا. يبقى لازم نمشي. هنمشي نروح فين يا فواز؟ هنتوه في الصحراء وهنموت. امال عاوز نستنى لغايه لما يجوا يخلصوا علينا؟ في الصحراء في امل نعيش، لكن مع حرب مش هنعيش. وهنمشي كيف؟ انا عارف الطريق. انا حاسس انه من هنا. حاسس بيه يا فواز؟ انت عارف قدامك من وراك؟ لو توهنا هتبقى مصيبة. امال هنعملوا ايه؟ يلا بينا. فواز، هنمشي من الناحية دي. وانت عرفت من ايه؟ انا حاسس ان هي الناحية دي. مش معنى احساسك اللي صح وانا اللي غلط. انا بقول لك اني حاسس ان الطريق من الناحية التانية. صدقني يا فواز، الطريق مش من هنا، الطريق من هنا. وده احساس، ما تسألنيش كيف. كلامك ده عليم يعني؟ بصيت في السماء عرفت فين الشمال وفين الجنوب. اسمع كلامي المرة دي يا فواز. لو قلت هنمشي من الناحية دي همشي وراك، بس هنموت احنا التنين. اسمع كلامي المرة دي. انت هتعمل عليا شويتين اللي عملناهم على حربي؟ وانا من ميتة بعمل عليك شويتين دول. بقول لك اني حاسس ان الطريق من الناحية دي. اسمع كلامي المرة دي وامشي وراي. لو قلت هتمشي الناحية دي انا همشي معاك، بس هنموت احنا التنين. قلت ايه؟